بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ويوم جديد وحلقه جديده من الاشبال. امبارح كان يوم غير سعيد على الاهلاويه. امبارح واحنا بندور على اللقب ال11 وعايزين نسطر تاريخ جديد للنادي الاهلي، وريدي النادي الاهلي سطر تاريخ كبير في السنوات السابقه، لكن دايما النادي الاهلي بيبحث عن المجد. امبارح بعد خسارتنا من الوداد 2-0 في ملعب مركب محمد الخامس كانت ليله غير سعيده على كل الاهلاويه. لكن ده دايما قدر الابطال. قدر الابطال اللي دايما بيبحثوا عن البطولات. لما بتخسر بطوله حتى لو كانت بفعل فاعل دايما بتلاقي الجهاز الفني، بتلاقي اللعيبه، بتلاقي الجماهير، الناس كلها عندها حزن. ان النادي الاهلي دايما في الاصل عنده المكسب. حتى لو كانت الظروف كلها ضدك. لكن البطل هو اللي يقوم بسرعة، البطل هو اللي دايما يدي رسالة بعد كده. شفنا قبل كده في 2017 واحنا بنخسر النهائي الأفريقي أمام الترجي، قدر النادي الأهلي وقتها ما كانش عندنا فرقة، ما كانش عندنا وقتها قوام فرقة، وكنا بنستكمل الموسم علشان هي دي كانت اللعيبة المقيدة في أفريقيا في 2017. قدر النادي الأهلي سريعا يرجع مرة تانية ويبني فريق، وفريق يحتكر البطولات الأفريقية مرة تانية في أفريقيا رغم الفساد الموجود. وهفضل أقول رغم الفساد الموجود. الفساد اللي موجود مش موجود من دلوقتي، ده موجود من قديم الأزل في قارة أفريقيا ومنذ تأسيس الاتحاد الأفريقي. البطل، ودي رسالتي لاعبي النادي الأهلي، لازم يقوم بسرعة. الفترة اللي جاية عندنا لسه بطولة دوري، بطولة دوري، وعندنا 2 كاس مصر، فالنهارده لازم يكون دوافع اللعيبة كبيرة. لازم الطموحات والتحديات خلال الفترة الجاية ازاي اسعد جمهوري خلال الفترة اللي جاية. فعلشان كده بقول البطل بيرجع بسرعة. ممكن ناخد وقت في الرجوع، ففي الوقت ده بنخسر مباريات، بنخسر نقط، بنخسر ماتشات، ده مش هيكون مقبول. المقبول ان انا ارجع واركز علشان أحط سيطرتي مرة تانية على الدوري المصري، البطولة المحببة إلى كل جماهير النادي الأهلي. عايز أرجع لمباراة الأمس، مباراة الأهلي أمام الوداد، والأحداث اللي كانت حصلت قبل كده، وفكرة الانسحاب اللي كانت مطروحة. فكرة الانسحاب دي مش من سمات النادي الأهلي. وهرجع وأقول لو إحنا لعبنا المباراة 100 مرة بنفس الظروف وهخسر 100 مرة، أنا مش مع فكرة الانسحاب، وعمر ما فكرة الانسحاب كانت موجودة مع النادي الأهلي. في التسعينات النادي الأهلي اتسحب من البطولة الأفريقية، لكن شفنا بعد كده التوابع السلبية للانسحاب. وإحنا بنتكلم دلوقتي في 2022، وعايز أتكلم مع حضراتكم. ممكن واحد يتكلم عن فكرة الانسحاب، واحد محب، واحد مشجع، لكن رأي المسؤول بيكون مختلف. رأي المسؤول اللي دايما بيجيب الملفات كلها ويدرسها بشكل احترافي علشان النادي الأهلي يطلع القرار اللي هو بيقوله. واحنا في 2022 واحنا بنتكلم عن فكرة الانسحاب اللي ما كانتش مطروحة، واحنا مش معاها يعني بالمرة رغم الفساد اللي موجود. النهارده ليه أسيب الساحة كاملة للأندية الأخرى وهم عايزين كده؟ عايزين النادي الأهلي ينسحب علشان اسيب الساحه متروكه للانديه المغربيه والانديه التونسيه وغيرهم وغيرهم. ليه النهارده ابعد لاعبتي 3 سنين عن البطولات الافريقيه؟ وانا النهارده ببحث عن تصنيف النادي الاهلي في لقب القرن. لقب القرن النادي الاهلي منفرد بيه بعيد عن المنافسين كلهم. ليه اريح 3 سنين وادي الفرصه لانديه اخرى انها تقرب مني زي ما شفنا في التسعينات؟ النهارده كمان لعيبه النادي الاهلي والايمج بتاع النادي الاهلي والقيمه التسويقيه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، لما ابعد عن البطوله الافريقيه 3 سنين القيمه التسويقيه بتقل بتاعت الرعاه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، كمان لاعيبتك وهم بتشارك في اعلى البطولات سواء البطوله الافريقيه او كاس العالم للانديه القيمه التسويقيه للنادي واللاعبين بتقل. انا بقول لحضراتكم الخسائر الكبيره اللي كانت ممكن تكون من ورا فكره الانسحاب. الحاجة التانية العوائد الكبيرة من كأس العالم الأندية لما النادي الأهلي بيشترك. الحاجة الرابعة واحنا بنتكلم عن لقب القرن، في نقاط بياخدها النادي الأهلي
سواء دخل في دور الربع النهائي نصف نهائي لعبت الفاينل، دي كلها نقاط بتدخل رصيد النادي الاهلي في التصنيف الافريقي على لقب القرن. وكمان لما بتشترط في كاس العالم للانديه العوائد الماديه سواء من البطوله الافريقيه او من كاس العالم للانديه، اللعيبه دلوقتي ما شاء الله بتتقاضى اجور ورواتب كبيره. لما انسحب مين اللي هيدفع الرواتب دي؟ دي كلها اثار سلبيه مترتبه على فكره الانسحاب. وعايز اقول بالمناسبه حاجه تانية، الانسحاب كان اسهل قرار، الانسحاب كان اسهل قرار ممكن ياخده مجلس اداره النادي الاهلي، وكانوا هيطلعوا ابطال ويتشالوا على الاعناق. بس بعد كده هنشوف الاثار السلبيه اللي ترتبت على هذا القرار. كان اسهل قرار ممكن ياخده مجلس اداره النادي الاهلي هو الانسحاب، والناس هتطلع ابطال، لكن فضلوا الصعب او اختاروا الصعب ان احنا نواجه الفساد واحنا موجودين واحنا بنلعب. ما ينفعش ان انا اسيب الساحه كامله لكل الانديه الثانيه او كل المسؤولين في الاتحاد الافريقي، فكان ده القرار الصعب ان انا اواجه ده كله وانا موجود جوه الاحداث. لكن الشيء اللي كان مؤسف وكان محزن انك انت بتحارب لوحدك انت وجمهورك. ده الشيء اللي كان مضايق المسؤولين، ان انا احارب لوحدي. فين المسؤولين هنا وفين الناس القائمين على الرياضه في مصر؟ وانا النهارده اسمي النادي الاهلي المصري. هو ده الشيء المحزن. لما بنشوف هناك الاخ فوزي لجع وهو دلوقتي بتشوف الكره المغربيه، ومحدش يقدر يلوم، واحد بيحب بلده، واحد بيحب الانديه، واحد رئيس الاتحاد المغربي بيحارب حتى لو بطريقه مش صحيحه بيحارب حقه. لما تشوف النهارده نهضه بركان وهي بطل الكونفدراليه، لما بتشوف الوداد بطل دوري الابطال، لما بتشوف المغرب في كأس العالم، احنا فين بقى؟ احنا فين؟ والنادي الاهلي هو الوحيد اللي كان بيرسم البسمة على كل وجوه المصريين. النادي الاهلي والمنتخب المصري كنا بنخرج من السنغال سواء في كأس العالم او في كأس الامم الافريقية، كان النادي الاهلي هو اللي بيشرف الكرة المصرية في كأس العالم الاندية رغم الظروف الصعبة اللي كان فيها. وبتاخد لعيبة النادي الاهلي لمنتخب مصر وبتلعب وانت ناقص وفي ظل ظروف بطولة صعبة. فين المسؤولين وفين الناس من النادي الاهلي؟ هرجع واكرر واقول اسمه النادي الاهلي المصري. تذكر وانت مسؤول وانت قاعد قدامك الملف اسمه النادي الاهلي المصري. واحنا بنتكلم النهاردة انا عايز اقول لعيبة النادي الاهلي، مجلس ادارة النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي، ارفع راسك انت اهلاوي، ارفع راسك انت اهلاوي. انت بتتكلم وانت الافضل في قاره افريقيا، انت بتتكلم وانت عندك 10 بطولات افريقيه، اقرب منافسين ليك بعيد، محتاجين سنين وسنين عشان يجيبوك ويحصلوك. علشان كده وقت الخساره وانت بتخسر بالشكل وبالظروف اللي احنا شفناها دي، ما ينفعش النهارده ان احنا نقصوا على لعيبه النادي الاهلي. الفتره اللي جايه فتره مهمه، فتره للمستقبل لازم نبص ليها. الحاجه الثانيه، مجلس اداره النادي الاهلي من اول ما استلم الملف وهو ما قصرش، الناس كانت بتحارب بكل ما اوتيت من قوه، عملت كل اللي عليها. جمهور النادي الاهلي الهاشتاجات اللي كان بيطلقها وكانت بتجيب ملايين، كل واحد بيعمل اللي عليه. لكن المسؤولين عندك هنا كان لهم رغبة تانية في اللي كان بيحصل. نفس الظروف دي هرجع بيكو ل 2005 و 2006 واحنا بناخد البطولة الأفريقية، سنة خدناها من النجم الساحلي في استاد الكلية الحربية، السنة التانية خدناها من الصفاقس التونسي في ملعب رادس في تونس، وبرضو نفس الفساد اللي كان موجود في قارة أفريقيا في الاتحاد الأفريقي. ازاي النادي الاهلي يحقق البطوله الثالثه؟ المباراه النهائيه كانت امام النجم الساحلي، المباراه الاولى كانت في تونس هناك امام النجم الساحلي، وكان لينا ركله جزاء صحيحه وقتها لمحمد بركات. ركله جزاء صحيحه لمحمد بركات لم يحتسبها الحكم، ده كانت المباراه الاولى في تونس في سوسه، وخلصت المباراه 0-0. مباراه العوده هنا وسط جمهورنا
حطوا لنا العرجون، وانتوا حضراتكم كلكم فاكرين دي ركله الجزاء الاولى اللي كانت لصالح النادي الاهلي وكانت لصالح محمد بركات، كانت في ملعب النجم الساحلي في تونس، وده كنا هناك على وشك ان احنا نعمل الثلاثيه التاريخيه للنادي الاهلي ونبقى اول نادي افريقي يتصدر الثلاثيه الافريقيه. المباراه الثانيه كانت في استاد القاهره. طبعا اللي حصل والفساد زي ما احنا شايفين، كان لينا ركلتين جزاء، العرجون وقتها ما احتسبهمش لصالح النادي الاهلي. هو ده اللي حصل في 2006 2007 بعد ما خدنا بطوله 2005 و2006، ده اللي حصل في 2007. نفس السيناريو، لكن في 2007 كنا بنلعب وسط جمهورنا في استاد القاهره. وبعد المباراه انا فاكر وكنت موجود في المباراه دي، كانت لفته طيبه جدا من جمهور النادي الاهلي، الجمهور الداعم، الجمهور المساند، الجمهور اللي فاهم كل التفاصيل اللي كانت بتحصل خلال الفتره اللي فاتت، وعارف مين اللي واقف جنب النادي الاهلي ومين اللي مسلم النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عارف كل حاجه. ف 2007 جمهور النادي الاهلي نادانا كلاعيبه في نص الملعب وحيانا وشجعنا، وبعدها انطلقنا علشان ناخد بطولات تانية، دوري وكاس وافريقيا، ورجعنا سيطرنا على كل البطولات مره تانية. فهو ده دور جمهور النادي الاهلي. لما نشوف نفس الاحداث، هي نفس الاحداث، بس المره دي علشان عارف ان عندك لعيبه هي افضل لعيبه في قاره افريقيا، ما يقدرش يعمل لك المباراه ذهاب وعوده، عايز يحجمك في ملعب الوداد، وقال لك ملعب محايد. وشفنا الملعب المحايد، الجماهير اللي بنسبه 99% هي جمهور الوداد وجمهور النادي الاهلي. من هنا بنقدم التحيه لكل الناس اللي راحت وصرفت من جيوبها علشان تكون موجوده في المباراه دي، بنحييهم ونديهم كل التحيه والشكر من هنا من قناه النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي كانت موجوده في ملعب مركب محمد الخامس. مجلس اداره النادي الاهلي ما قصرش، من اول يوم استلم فيه الملف لاخر لحظه. يا ريت عندنا صور كمان عايز اعرضها وافكر بيها الناس لاخر ثانيه. مهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي والكابتن امير توفيق وهم واقفين في المدرج، وهم بيبحثوا عن حقوق النادي الاهلي، بيدوروا على حقوق الجماهير وقعده الجمهور ومكان جمهور النادي الاهلي، المكان اللي تم فيه الاتفاق قبل او في الاجتماع بتاع الاتحاد الافريقي والتنسيق قبل المباراه. هم وعدوهم دي بالامور دي، فراحوا لقوا الامور مختلفه، فبدات الناس تحارب. كل ما يوعدوك بحاجه تروح تلاقي حاجه عكسها، وكان الامور مطبوخه ومتظبطه علشان الوداد ياخد البطوله. الوداد ياخد البطوله عشان في 2019 لما الوداد، وانا بقول من هنا، الوداد اتظلم قدام الترجي لما الفار ما كانش شغال، والوداد اتظلم بعد ثلاث سنين يوعدوا الوداد انه يدوم بطوله افريقيا، لما اتحققت السنه دي عن طريق راجل اسمه فوزي لجع المغربي اللي بيحارب علشان بلده. يا ريت المسؤولين عندنا هنا يعني يعملوا نص الراجل ده بيعمله، يقفوا جنب الانديه بتاعتهم والمنتخب. لما تشوف النهارده المنتخب المصري مش موجود في كاس العالم والشكل بتاعنا اللي كان امام السنغال، لما تشوف الانديه المصريه النهارده، المصري وبيراميدز هم خارج الكونفدراليه، لما تشوف الاهلي وهو موجود النهارده في نهايه دوري الابطال ومحدش بيقف جنبه، فده للاسف شيء محزن وشيء مؤسف. عايز اروح بقى لتصريحات فوزي لجع عضو التنفيذي او المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي وايضا رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم. كان ليه النهارده تصريحات مضحكه شويه. زي ما احنا شايفين لجع بيقول انتهى زمن الحكره والفساد. دي تصريحات لجريده الصباح المغربيه، ده نقلا عن جريده الصباح المغربيه. انتهى زمن الحكره والفساد. هو فساد ايه بالظبط يا عم فوزي؟ يعني النهارده بعد ما نقلت المباراه للمغرب وشفنا الحضور الجماهيري وبعد ده كله بتتكلم عن فساد؟ ده انت اساسا اساس الفساد. ده انت اساس الفساد جوه الاتحاد الافريقي. ده انت اساس الفساد جوه قاره افريقيا وبتتكلم عن فساد. هو النادي الاهلي النهارده
ست سنين اللي فاتت او سابقه لما اوصل منهم خمس نهائيات يبقى فين الفساد؟ النادي الاهلي اللي بياخد بطولات افريقيا مع عيسى حياته ومع احمد ومع متسبي، فين الفساد؟ هو انا خدت بطولاتي كلها مع رئيس اتحاد افريقي واحد بس؟ مع كل الرؤساء النادي الاهلي بيفرض سيطرته. النادي الاهلي اللي كان للسنه الثالثه بيسعى للبطوله الافريقيه، فين الفساد في هنا؟ عارف الفساد فين؟ هوريك الفساد دلوقتي في لقطه في دوري ابطال افريقيا، كانت في مباراه كانت يعني قريبه جدا انها تخرج فريق الوداد من بطوله افريقيا لولا تدخل حكم مصري اسمه امين عمر في هذه اللقطه. هشرح لحضراتكم اللقطه دي. اللقطه دي كانت مباراه الوداد وشباب بولزداد، كانت في مركب محمد الخامس. المباراه الاولى انتهت في الجزائر 0-0، دي مباراه العوده في الوداد. الوداد احرز هدف في بدايه المباراه. المباراه فضلت 1-0 للدقيقه 91. الدقيقه 91 والحكم احتسب 4 دقائق وخمس دقائق ضربات جزاء. الكره دي كانت كره عرضيه من شباب بولزداد وطلع حارس المرمى تكناوتي علشان يضرب الكره بالبوكس، ما ضربش الكره، ضرب دماغ لاعب شباب بولزداد المهاجم بتاعها. كان مين بيحكم المباراه؟ كان الكابتن امين عمر الحكم المصري، وكان على الفار الكابتن محمود البنا. كابتن محمود البنا وبنزاهته، واحنا دايما هنا بنشهد للتحكيم المصري للكابتن محمود البنا بالاخص بالنزاهه. جابه في الدقيقه 91 قال له تعالى اتفضل، الكوره ركله الجزاء. كابتن امين عمر راح وشاف الفار والكوره واضحه جدا وعدها له بدل المره 10 مرات علشان يوضح له ركله الجزاء ان حارس مرمى الوداد وهو طالع يضرب بالبوكس ضرب دماغ مهاجم شباب بولزداد. الراجل اداله كل اللقطات وكل الصور في ركله الجزاء صحيحه في الدقيقه 91، لو تم احتسابها وتم تسجيلها كان الوداد خارج البطوله، لكن الكابتن امين عمر في اللقطه دي راح واحتسب الكوره ما فيهاش اي حاجه وهحتسبها اسقاط لحارس مرمى الوداد، وللاسف خاف من جمهور الوداد. هو ده الفساد اللي انت بتتكلم عنه يا استاذ فوزي لجع، تتكلم ان عصر الفساد انتهى في قاره افريقيا، وانت اساس الفساد النهارده في لقطه بوريها لحضرتك عشان تستكمل البطوله الافريقيه وتكون موجود في الملعب النهائي او موجود في المباراه النهائيه في ملعبك وسط جمهورك. المشهد ده النهارده يليق يا استاذ فوزي وانت رئيس الاتحاد المغربي ان اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يكونوا واقفين على باب الاستاد مش عارفين يدخلوا؟ دي لقطات كانت موجوده معانا موثقه. استاذ عمرو فاروق والاستاذ طارق قنديل الدكتور محمد شوقي الكابتن حسام غالي الكابتن امير توفيق الكابتن سمير عدلي المهندس خالد مرتجي كل الناس واقفه. مفروض في تنظيم في ملعب انت بتتكلم على النهائي الافريقي يكون على اعلى مستوى اعلى تنظيم. ده عنوان قاره افريقيا المباراه دي، لما يكون بسوء التنظيم ده يبقى فين الفساد يا استاذ فوزي يا لجع؟ بس في الاخر واحد بيحارب عشان بلده، واحد بيحارب عشان انديته وقدر ينجح في الاخر وفي النهايه. بعد المباراه امبارح كان في لقطات كتير، لكن عايز اقف قدام لقطه مهمه جدا علشان تعرف لعيبه النادي الاهلي، اللعيب اللي دايما بيلعب على البطوله. اللي قاعد في الارض ده الكابتن وليد سليمان، واحد من كباتن النادي الاهلي. وليد سليمان دخل في بكاء شديد بعد المباراه. راجل بينهي حياته او دي المباراه الاخيره ليه في دوري الابطال، كان بيتمنى انه يحصل على بطوله ويكون افضل ختام لمسيره وليد سليمان. الصوره دي وليد سليمان بيبكي بعد المباراه، تخيل وليد سليمان تاريخه ايه في البطولات الافريقيه. وليد سليمان واحنا بنتكلم واحد بيبكي وهو عنده 4 بطولات افريقيه. عنده 3 سوبر افريقي. عنده بطوله كونفدراليه. عنده 2 كاس عالم، برونزيه كاس العالم. يعني واحد بيبكي
وهو عنده 4 بطولات افريقيه، 3 سوبر افريقي، وعنده 2 كاس عالم، برونزيه كاس عالم، وعنده بطوله كونفدراليه. تاريخ وليد سليمان اللي انا بتكلم عليه بيعدي انديه كتير، بيعدي انديه كتير في قاره افريقيا، وبيبكي وزعلان علشان نفسه يحقق البطوله الخامسه والبطوله الثالثه على التوالي. هي دي الروح لعيبه النادي الاهلي، ودي رساله للعيبه بتاعتنا اللي صاعده، اللي طالعه من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ازاي تتربى على البطوله؟ ازاي حتى لو كانت الظروف ضدك، ازاي برضه حتى اكون زعلان وانا بخسر؟ ان اللاعب جوه النادي الاهلي بيتعود دايما على كل البطولات. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في تغطيه الحدث الاهم، ونشوف الصحافه العربيه والمصريه قالت ايه عن مباراه النهائي امبارح وخروج النادي الاهلي فعل فاعل. مستمرين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطيه الحدث الاهم، هو امبارح يعني مباراه الاهلي والوداد والاحداث اللي كانت قبل المباراه. النهارده يعني مئات من التقارير والعناوين في الصحف الرياضيه والمواقع الرياضيه، يعني كان ابرزها الاهرام الرياضي. الاهرام الرياضي اللي كتب عنوان النهارده كان مهم جدا، هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. اتكلم عن المباراه وعن الظلم اللي كان واقع على النادي الاهلي. ده الغلاف مجله الاهرام الرياضي، جايبين صوره الكابتن محمود الخطيب متسبي وانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، وبتقول بفعل فاعل. اتس نوت فير، هذا ليس عدلا. بفعل فاعل يعني دي عنوان الاهرام الرياضي، وكان المباراه النهائيه اتطبخت ما بين متسبي وما بين فوزي لجع، وكانت هديه او تعويض للوداد بعد 3 سنين بعد ظلمه أمام الترجي، وكأن قارة أفريقيا ماشية بالتراضي. يا ترى فوزي لجع ومتسبي يعني إحنا بدل ما بنلعب بطولة أفريقية بيشوفوا السنة الجاية مين اللي هيكسبها. ده عنوان أخبار الرياضة اللي قال فيه ظلموك يا أهلي، الكاف يكسب والبطل اللي هو النادي الأهلي بيخسر، والمؤامرة المؤامرة مستمرة. ده كان عنوان برضو مهم من أخبار الرياضة. مجلة الإذاعة والتلفزيون عبر مسبيرو الرياضي حطت صورة متسبي وفوزي لجع وهم قاعدين جنب بعض، وانتصر فساد الكاف. وانتصر فساد الكاف، العنوان ما يقدرش نقول انتصر الوداد، لا، انتصر الكاف بفساده، انتصر فوزي لجع بقوته داخل الاتحاد الأفريقي. علشان كده مجلة مسبيرو قالت وانتصر فساد الكاف. نروح دلوقتي لمداخلة هاتفية مهمة مع الأستاذ خالد عبد المنعم، صحفي الكبير ورئيس تحرير الأهرام الرياضي. تحياتي ليك يا أستاذ خالد. أهلا بك يا كابتن أسامة، أهلا بحضرتك كل المشاهدين. غلاف معبر جدا لمجلة الأهرام الرياضي. ربنا يخليك، متشكر. احنا حاولنا نجسد ما يحدث أو ما حدث فعلا امبارح، عشان فضلنا نحاول إن احنا نجسد اللي حصل أو نوصفه، ما لقيناش غير الكلام اللي اتقال او الكابتن الخطيب يمكن على المنصه كل الناس تناولت الحكايه. اتس نوت فير، يعني ده ليس حيادا او ليس عدلا. خلينا نقول ان اولا عشان ما حدش ياخدنا يمين وما حدش ياخدنا شمال، زي ما بنحاول ان احنا دايما نحور القضايا ونخرجها من اطارها الصحيح، ان احنا الاشقاء في المغرب دول اشقاء مهمين جدا، وناس يعني مهمين بالنسبه لنا، والشعب المغربي شعب قريب لقلبنا وبنحبه، وكلنا سافرنا للمغرب وشفنا قد ايه الحفاوه والحب اللي بنتقابل بيه كلنا، وزي ما هم برضو بيبقوا عندنا هنا في القاهره وبيتقابلوا بمنتهى الحب والترحاب يعني. وده حقيقي، وده اللي دايما بيجمعنا بين اهلنا في المغرب وما بين هنا مصر، والدولتين اشقاء. بس احنا بنتكلم عن مباراه كره القدم بالظبط، خلينا دايما في اطار الشعب المغربي، كانت ما بين الاهلي وما بين الكاف بالظبط. كانت خلينا نتكلم في اطار المباراه وما حدث في المباراه وقبل المباراه. انا مش عايز اختصر اللي حصل امبارح وخروج النادي الاهلي في 90 دقيقه وما قدمه النادي الاهلي. يمكن كلنا كان عندنا تحفظ على ما حدث في المباراه، يمكن المباراه ما ارتقتش لطموحاتنا كلنا بان الاهلي يفوز بيها ويحقق البطوله ال 11 رغم تحفظنا على اللاعبين، لكن كان لازم نقول ما قبل ال 90 دقيقه مظبوط، واللي ادى لهذا المستوى في ال 90 دقيقه مظبوط. يعني خلينا دايما ما نختصرش المساله بان الاهلي اتغلب 90 دقيقه، الاهلي اتغلب على مدار 3 اسابيع واتغلب على مدار
فترة طويلة، حوارات رايحة وجاية وبيانات ومشاكل وأزمات كلها اتصدرت في خلال 3 أيام لفريق النادي الأهلي قبل المباراة. حتى دخول الملعب نفسه كان عليه مشكلة، كان عليه لود للعيبة، اللعيبة ما كانتش عارفة هي هتلعب ولا لأ، لأن اترهن الموضوع بدخول الجمهور المدرجات، خرجوا من الإطار الصحيح للمباراة، خرجوا من فعاليات مباراة 90 دقيقة هنكسبها ويكسبها المنافس لأمور تانية أثرت على أداء اللاعبين. خلينا نقول إن من أول ما تم اختيار ملعب المباراة ومن أول ما حصلت مشكلة، يمكن أنا عايز أتكلم على حاجة يمكن الناس ما خدتش بالها منها على مدار الفترة الماضية يا كابتن أسامة. إحنا كلنا بنتكلم عن إزاي استضافة المغرب لحدث النهائي لمدة عامين، المرة اللي فاتت، السنة اللي فاتت الأهلي، والسنة دي الأهلي، صح؟ صح. خلينا نقول للناس ان نزود عليها ان كان في ثالث مره كانت مباراه الاهلي والزمالك اللي اتلعبت في القاهره النهائي، مظبوط، اللي فاز بيه النادي الاهلي بهدفين لهدف لفريق الزمالك. خلينا نقول ان ده كان المفروض النهائي ده كان المباراه الدور اللي قبل النهائي كان الاهلي بيلعب الوداد برضو، وكان الزمالك بيلعب الرجاء، وكان المفروض ان الكاف اسند المباراه ضمنيا لكي يستضيفها برضو ايه المغرب، وكان المفروض ان هم كان عندهم فكر او كان عندهم تفكير بان الاهلي والزمالك لا ده هيقدر يغلب الوداد ولا ده هيقدر يغلب الرجاء، او حتى لو الاهلي غلب الوداد وصعد يبقى هيلاعب الرجاء على ملعبه هناك، هتكون في المغرب برضه، فده يبقى ثالث نهائي كان هينظم في المغرب. خلينا نقول ان الناس بتقول ان في مشاكل وان احنا بنقول ان احنا بنصدر الازمات وعندنا نظريه المؤامره، فاحنا هنجسد المساله او هنلخصها في عده اسئله، لو حد عنده اجابه للاسئله اللي احنا بنقولها دي يبقى كلامهم صحيح. اول حاجه بنقول هو من امتى النهائي بيتحدد؟ بعد مباراه الذهاب للفرقتين الاهلي لما لعب وغلب 4-0، ولما لعب الوداد وغلب 3-1 بره ارضه مع اتلتيكو، والاهلي وغلب الوفاق، هو ده كان الميعاد المفروض ان احنا نقدم نتكلم عن الملعب. هل ده المفروض على العكس في اوروبا بنشوف قبل انطلاق البطوله بيتم الاعلان عن الملعب النهائي، هنا قبل المباراه النهائيه باربع خمس ايام بس. ده نظام بطوله، المفروض ده في نظام بطوله معروف انت هتلعب فين وانا هلعب فين. خلينا نقول ان الغلطه اللي الناس بترتكن ليها ان الاتحاد المصري ما ارسلش الخطاب الترشيح وما قالش ان احنا ممكن نستضيف الحدث كنهائي. هو مين المرشح الاول للوصول للنهائي في البطوله الحاليه؟ اكيد الاهلي، النادي الاهلي، لان هو الاهلي كان البطل السابق للنسخه الماضيه والنسخه اللي قبلها. اذا هو كده بطبيعه الحال دايما احنا الفريق اللي بيكسب بطوله دايما بيبقى هو اول المرشحين، طالما مشارك في اي نسخه يبقى هو المرشح الاول للفوز باللقب للعام الثاني. صح. الاهلي بما ان هو مرشح كان المفروض ان في ناس في الكاف كانت تقول ان الاهلي ما ترشحش ليه، ان الاتحاد المصري ما قدمش ليه على ملف ان هو ينظم المباراه. كل الاسئله دي كانت محتاجه اجابات مهمه جدا ان احنا نعرفها، دي في حاله لو في شفافيه واضحه واعلان حتى عن الفائز، عن يعني اللي هيفوز بملعب المباراه النهائيه، بس ما كانش في شفافيه، يعني كانت كلها كده. امور لو يعني في شفافيه اللي حضرتك بتتكلم عنها كان لازم الاهلي يتسال، كان لازم الناس اللي بتنتمي لينا بحكم مصريتها في الكاف تنبه علينا تقول لنا ما حصلش ليه، لكن احنا هنبعد عن المنطقه دي ونقول ايه ماشي يعني حتى دي لو حصلت. لكن انت لما توصل للاختيار ما بين السنغال والمغرب لاستضافه الحدث، ما هو في فرقه بقت ممثله لطرف النهائي، بقيت انت متاكد ان الاهلي هيلعب في النهائي، خلاص الموضوع قاب قوسين من الوصول للنادي الاهلي للنهائي، زي ما كان الوداد غلب بره ارضه 3-1، فطبيعي ان كان يغلب على ارضه، خلاص الموضوع كان صعب قوي ان يحصل تغيير. بما ان كده وانسحاب المغرب وانسحاب السنغال اللي غير مفهوم لينا كلنا، يعني احنا كلنا ما بنقولش في نظريه مؤامره، يعني خلاص ما فيش نظريه مؤامره، افتح باب الترشح مره ثانيه، اعلن النهارده يبقى عندك شفافيه، احنا بنساله وقول السنغال خرجت، انا بفتح الباب مره ثانيه لو حد عايز يترشح بعد خروج السنغال، وخلي في حياديه وشفافيه اكتر كمان. بالظبط كده، فكان المفروض يبقى السؤال الطبيعي اللي يجاوب عليه رجل الشارع الطبيعي، ازاي يبقى في طرف هو الممثل والطرف الثاني مش موجود، وبما ان كانت في منافسه، وازاي انت تستبعد نيجيريا اللي استضافت الكونفدراليه وتقول ملاعبها ما لا تصلح؟ هو دي مش علامات استفهام برضو على الكاف ولا مش علامات استفهام؟ اكيد علامات استفهام كبيره كمان، ولازم تطرح لما انت تطرح حكم وتقول ترجع تغيره. لما انت اللي انا اعرفه في قواعد التحكيم في العالم ان انت المفروض دايما في كل بطوله، كابتن اسامه حضرتك لاعب كبير وعارف ده كويس، ان دايما في حكم
اللي هو التقيل قوي بتاع اي بطوله دايما بيتشال للنهائي، صح؟ صح. لو انت عندك النيه في ان انت اولا الحكم جوميز هيدور النهائي، ما كانش حكم دور قبل النهائي، مظبوط. ازاي؟ مش ده علامه استفهام برضو؟ حقيقه ولا دي نظريه المؤامره بتاعتنا احنا لوحدينا؟ اكيد دي مش نظريه المؤامره بتاعتنا، لكن انت المفروض ان جوميز متشال طبيعي جدا 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 لو انت ما عندكش مشكله انه هيلعب النهائي، فالمفروض انت ما تلعبوش قبل النهائي. لو لعبت قبل النهائي يبقى انت كنت عامل حسابك ان في حكم تاني اخر هيلعب النهائي. بما ان حكمك الاول يلعب، طب هو السؤال الثاني، بما ان انت جوميز لعب قبل النهائي نفس المباراه ونفس الفريق، ازاي هيلعب النهائي؟ علشان كده يا استاذ خالد، حضرتك في غلاف الاهرام الرياضي السابق وصفت اللي بيحصل ده بالمسرحيه. بالظبط كده. لان انا هو دي اسئله، انا هم بيقولوا ان دي نظريه مؤامره. هو السؤال اللي يتقال دلوقتي للاستاذ المحترم فوز الاقجع، هو الراجل بيقول دلوقتي في تصريح لي النهارده بتتداوله الميديا كلها في كل الدنيا، بيقول ان عصر الفساد في الكاف انتهى وعصر احتقار البطولات انتهى. ده فاسد ونجح، ده تعليق انا صراحه يعني. لكن انا بساله سؤال، اذا كان في، هو مش في لسه ناس موجوده في الكاف بقالها سنين من العصر اللي انت بتتكلم عنه؟ هي الناس دي، طب انت سامح ليه انها تستمر؟ صح كده ولا؟ وبعدين الاتهام اللي انت بتقوله ده اتهام خطير جدا، يجب الكاف انه يفتح ملفه ويقول ازاي كان في فساد ويكشف الفساد. هو من امتى؟ لان انت الموضوع ده ما بقاش اهلي وما بقاش حد، ده بقت منتخبات. مش كده ولا غلط؟ هو الكاف لما عمل من سنتين صف القوائم الدوليه للحكام في الكاف، واستبعد مجموعه كبيره جدا من الحكام واثبت عليهم ان عندهم مشاكل، كان برضه دي نظريه مؤامره ولا دي وقائع من داخل الكاف؟ هو المصريين اللي ما بقوش موجودين دلوقتي مش ضد، يعني احنا مش مع نظريه المؤامره تماما، احنا بنطرح اسئله وعايزين اجابات، ولو حد ليه عندنا اجابه يقول لنا يمكن يقنعنا ولا غلط؟ شايف ضعف التمثيل ازاي يا استاذ خالد في وقوف الجانب المصري، سواء الاتحاد بجانب النادي الاهلي او العنصر يعني المصري في الاتحاد الافريقي، شايف الضعف ده ازاي؟ انا والله ده هو ده السؤال اللي يوجه لهم. اولا احنا ما بقيناش ممثلين بكتير، لكن هو السؤال اللي ممثلين اللي موجودين او القليلين، انا بسال سؤال، هم موجودين فين؟ بيعملوا ايه لينا؟ يعني اولا خلينا نرجع شويه من شهرين ثلاثه، من كام شهر، لبطوله كاس العالم للانديه. حضرتك هو مش كاس العالم للانديه الاهلي حصلت له مشكله؟ هو مش الاهلي كان المفروض عارف ان في مشكله وتوعد قبليها من رئيس الاتحاد السابق وقال ان احنا هنفاجئ بحل للمشكله دي وما حصلش؟ ليس كل ما يقال يعرف، كل ما يعرف سألنا وما عرفناش الاجابه، لكن ان احنا بنسال سؤال دلوقتي، لان ده بقت مكانه وده بقى زمانه دلوقتي، لازم نعرفه. مش كده ولا غلط؟ مظبوط. لان الاحداث فرضت علينا ان احنا الاسئله اللي ما كناش لاقيين لها اجابه نعرفها دلوقتي. فاحنا بنقول دلوقتي مش الاهلي ظلم في كاس العالم للانديه وحرم من مجموعه لاعبيه اللي شاركوا في نهائي بطوله افريقيا امام السنغال، وتاثر الموضوع في اول لقاء وكان ممكن الاهلي يخسر اللقاء، او كان ممكن برضه طريقه يتغير في البطوله ويوصل للنهائي؟ حقيقه. مش دي اسئله برضه بتفرض؟ هو الكاف ساعتها ليه الناس كانت بتقول ان الكاف ليه قبل ان هو بطولته المهمه يتتعرض لكل هذه الايه؟ المشاكل والازمات، وتبقى هي كده محكومه باوروبا اللي هي يعني مش شايفه افريقيا خالص، او مش شايفه الاتحاد الافريقي، ومش شايفه البطولات الافريقيه، ومش شايفه اي حاجه. هو ده السؤال اللي احنا بنساله، مش دي نظريه المؤامره خالص. احنا بنقول احنا ما عندناش نظريه مؤامره، احنا اصحاب حق وبنسال سؤال، لان ال 90 دقيقه اللي مرت علينا امبارح كانت ظروف غير طبيعيه، واللي يعني حصل ده كله واللي حصل، وكل الناس شافت ازاي رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كانوا ممنوعين من دخول، وازاي جمهور ما كانش عارف ينظم الدخله واتلمت الدخله مره واثنين، وكان في ازمات. طب توزيع التذاكر نفسها مش دي علامات استفهام النهارده؟ قالوا 10,000 و10,000 هنا و20,000 عام، هل من المقبول النهارده وانا بلعب في ملعب مركب محمد الخامس وهو ملعب الوداد اطرح التذاكر واقول 20,000 عام؟ ما هي 20,000 عام، ما هي جمهور الوداد اللي هيحضر. وانا هسال سؤال حضرتك يا كابتن اسامه برضو على يمكن يجاوبونا. هو مش حضرتك لو ملعب مختار التتش كان بيقام عليه مباريات النادي الاهلي كان اسمه ملعب الاهلي؟ طيب كويس، لو انت دلوقتي بتلعب النهائي وعايز بطوله تقام على ملعب محايد، على الاقل هتلعبها في الاسكندريه.
على الاقل هتلعبها في ملعب بعيدا عن الملعب الرئيسي بتاع مقر التتش اللي هو ملعب النادي الاهلي، مكان تاني. لكن انت لما تصر على ده وتقوله يبقى ايه؟ لما قبل المباراه ب 24 ساعه تخرج تصريحات ويتقال فيها ان احنا دلوقتي اللي عصر البطولات اللي احتكار البطولات ما بقاش موجود واحنا بقينا موجودين دلوقتي وهنكسب البطولات، هي دي برضو نظريه المؤامره؟ اكيد مش نظريه مؤامره، مش كده ولا غلط؟ حقيقه لا، النهارده لو المباراه على ملعب محايد سواء كانت في السنغال او في نيجيريا او في جنوب افريقيا او في الكاميرون، هل اعداد الوداد هتكون بالشكل اللي احنا شفناه لو كانت على ملعب محايد؟ بالظبط كده. هل تفتح الجمهور وتقول فيه تذاكر للعامه؟ هي العامه اللي في المغرب هتبقى مين طيب؟ يعني ما هو ده سؤال برضو، عشان هم بيقولوا نظريه المؤامره، هي ما فيش نظريه مؤامره، احنا كل اللي انا بقوله انا وحضرتك ده مجرد اسئله مطروحه، لو حد يقدر يجاوب عليها يجاوب عليها، وساعتها تقول ان احنا عندنا نظريه المؤامره او احنا شايفين ان دي حاجه كده تبعات الهزيمه اللي احنا بنقول عليها او الخروج اللي هو مسبب اللي هو بفعل فاعل اللي احنا شايفين ان هو لولا الظروف اللي حصلت امبارح لا اداء النادي الاهلي كان هيبقى كده ولا حتى تشكيل النادي الاهلي كان هيبقى كده وتاثير اللاعبين واللي حصل قبل المباراه وبعد المباراه، صح ولا غلط؟ لا حقيقه طبعا طبعا الظروف كانت غير طبيعيه بالمره طبعا. فأنا بقول إذا كان حد بيقول لنا إن بنختصر المسألة في 90 دقيقة، أنا برد عليه بقول له إحنا ما اختصرناش الموضوع في 90 دقيقة، إحنا مش متعصبين لكرة القدم ولا الأهلي ولا الزمالك، إحنا كلنا بنتكلم عن فريق مصري تعرض لهذه المشكلة، لو كان تعرض لها الإسماعيلي أو الزمالك أو المصري أو أي حد. الكل هيقف وهيدافع وهيتكلم زي ما كلنا نفس الكلام اللي بنقوله عن النادي الأهلي. زي ما كلنا قلنا بس هما يا أستاذ خالد يا ريت بس يتذكروا والنادي الاهلي في المشكله انه اسمه النادي الاهلي المصري ولا احلى اسم النادي الاهلي اليمني ولا السعودي ولا الليبي ولا اي دوله ثانيه. احنا النادي كلنا الاهلي المصري المصري مش النهارده بعد يعني احباط الناس وخروج مصر خسرنا المباراه الافريقيه امام السنغال وفي كاس العالم كانت الفرحه الوحيده في مصر هو النادي الاهلي بالظبط كده بحصولك على ثالث العالم، مش هو ده كان الفرحه الوحيده في مصر وفي الرياضه المصريه؟ تخيل السنه دي يا استاذ خالد يعني بدون اقطع كلام حضرتك السنه دي واحنا خروج مخيب لمنتخب مصر من الكاس العالم واحنا ما وصلناش وايضا كان كاس الامم الافريقيه، خروج النادي بيراميدز والمصري من الكونفدراليه، ايضا الاهلي في المباراه النهائيه والزمالك قبل كده، وليس هناك فريق يحصل على بطوله افريقيه، ده المشهد. في المقابل فوز لججع الكره المغربيه مكتسحه سواء منتخبات او انديه. وانا هسال حضرتك سؤال تاني مهم، هو مش كلنا دافعنا عن بيراميدز السنه اللي قبل اللي فاتت لما حصلت لها مشكله في نهضه بركان؟ وكلنا السنه دي من كام يوم بس لما المصري تعرض لازمه بسبب العقوبات الشديده اللي وقعت عليه وعلى اداريه ولاعبيه برضه قلنا ازاي؟ هو كده بقى احنا بنتكلم عن حق فريق مصري اولا واخيرا، وثانيا ان احنا مقبلين على حقبه او مقبلين على وقت وزمن احنا مش عارفين بكره في ايه، مش بس على صعيد طب ما احنا حصلت لنا مشكله مع السنغال وحرمنا من كاس العالم بفعل فاعل برضه، وحصلت لنا مشكله على ملعب السنغال، هو مين كلنا كل ما فيش حد فينا ما قالش الحكم ان حكم مباراه مصر والسنغال عليه علامات استفهام وطالبنا بان هو حتى الحكم يتصوب وما بقاش ده، كلنا قلنا الكلام ده، هل حصل ده؟ ما حصلش، في ملف مصر والسنغال مش ده حقنا برضه؟ هو اللعيبه واللي شاطت ضربات الجزاء كانت ظروفها طبيعيه ولا اتسلط عليها الليزر وحصلت لها مشاكل في قبل الملعب ووصول الملعب وازمات في المباراه؟ مش ده كله كان تاثير على الكره المصريه؟ اذا ان احنا كلنا لازم نبقى فاهمين ومدركين ان احنا داخلين على ازمه كبيره جدا، مش الاهلي بس بطلها، الاهلي والزمالك والمصري والبيراميدز وكل الرباعي اللي هيبقى ممثل في البطولات الافريقيه العام القادم ومنتخب مصر نفسه هيبقى برضه معرض ومنتخبات الناشئين لهذه المشكله. طول ما انت يا استاذ خالد طول ما انت ما عندكش صوت قوي داخل الاتحاد الافريقي كويس ان حضرتك قلت كده هيفضل الحال كما هو عليه، كل أنا واحد عايز أقول كل واحد وقع عليه ظلم هيحارب بنفسه، طول ما انت ما عندكش صوت قوي وده الغلط الكبير داخل الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي. انا عايز اقول ان كل الناس في مصر او كل الانديه في مصر او كل المنتخبات لازم تقول ان الاهلي بالعكس يستحق التحيه والتقدير، مجلس الكابتن الخطيب ومجلسه بالكامل انه وصل صوته للكاف وللعالم، لان الاهلي مش نادي صغير، الاهلي بينافس ريال مدريد على صداره بطولات العالم، فاحنا بنقول لما حصلت المشكله والاهلي وقف وقال لا
ولولا ان الاهلي مقدر الظروف ومقدر الازمات ومقدر ان هو نادي مصري اولا واخيرا وما رضيش يبعد بالمشكله اكبر من كده، لكن وصل صوته حتى لو صوته ما وصلش في المحكمه الدوليه وما رجعش حقه، لكن يكفي ان هو وصل صوته مش لافريقيا بس، وصل صوته للعالم كله اللي شاف ان في هنا في مشكله وان هنا في ازمه ممكن تصار كل سنه وكل ومع كل فريق ومع كل منتخب، مش معانا لوحدينا، لا دي ممكن المشكله لتونس والمغرب كل المنتخبات. وانا هختم كلامي مع حضرتك ان النادي الاهلي وصل صوته مش لافريقيا بس للعالم كله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ خالد عبد المنعم الصحفي الكبير ورئيس تحرير مجله الاهرام الرياضي، كانت مداخله مهمه جدا من الصحفي الكبير استاذ خالد عبد المنعم، وضح فيها وفند فيها كل النقاط اللي كانت مهمه، وقال احنا مش عايزين نقتصر المباراه على 90 دقيقه واخطاء فنيه. احنا دايما بنواجه الاخطاء الفنيه بتاعتنا، واحنا بالمناسبه في 2017 لما خسرنا امام الترجي طلعنا وقلنا وبدانا نكون فريق وبدانا ندعم ونعمل، لكن الظروف المره دي مختلفه، الظلم بين يعني وانت مش لاقي مسانده، وللاسف كل الكلام ده حصل مع المنتخبات ومع الانديه المصريه وهيحصل طول ما انت ما عندكش صوت قوي داخل الاتحاد الافريقي. النهارده ارجع وشوف المصريين الموجودين داخل الاتحاد الافريقي، مش هتلاقي عدد. احنا دلوقتي بالمناسبة اي خبر عايزين نعرفه عن اي مباراة، تعيين حكام، اي اخبار مهمة داخل الاتحاد الافريقي، بنجري بسرعة كلنا كمصريين للمواقع والصحف المغربية، علشان هم المسيطرين دلوقتي على الاتحاد الافريقي، هم اللي دلوقتي بينشروا كل الاخبار اول باول من الاتحاد الافريقي. احنا كمصريين بنجري بسرعة على الموقع المغربي عشان نعرف، هو ده بقى حالنا عشان ما عندناش صوت قوي داخل الاتحاد الافريقي. عندنا هنا الكاف موجود في مصر كمبنى، لكن كافراد للاسف. نروح برضو لتليفون مهم مع الناقد الصحفي والرياضي الكبير الاستاذ علاء عزة. تحياتي ليك يا استاذ علاء. كابتن اسامه تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهديك الكرام وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وزمان. شفت المشهد الهزلي ده ازاي امبارح؟ والله انا تابعت باهتمام شديد جدا مداخله الاخ والصديق خالد عبد المنعم. خالد ما شاء الله عليه اتكلم في كل النقط بجد يعني، وانا كنت النقطه اللي عايز اتكلم فيها هي نقطه تصحيح فوز الرجع. انا اتمنى دلوقتي حالا دلوقتي ان وزير الشباب ورئيس اتحاد الكوره والمهندس هاني ابو ريده دلوقتي يتحركوا فورا لتقديم شكوى عاجله لدى الكاف ولدى الاتحاد الدولي ضد تصريحات فوز الرجع. اتمنى لا ده مش نتمنى، لا 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 يا كابتن اسامه، ده مش تمني، ده مطلب رسمي يا استاذ علاء. نعم. انا بتمنى هو تمني يعني على الهوا، اذا ما كانوش وقفوا جنب النادي الاهلي هيروحوا نعمل شكوى في فوزي الاجزع يا كابتن اسامه؟ مش مشكله ما وقفوش جنب النادي الاهلي، النادي الاهلي اقوى بكتير جدا ان حد يقف جنبه. حقيقة. النادي الاهلي بيعرف ياخد حقوقه. لكن انا بتكلم على واحد اتهم الكره المصريه كلها بالفساد، واحد ذكر الانديه المصريه والتونسيه بالاسم، يعني ما اتكلمش على اي حاجه غير بالاسم، واحد بيتباهى ان هو نجح خد كل البطولات منا. فكابتن اسامه بجد المطلوب بجد ان وزير الشباب والرياضه دلوقتي حالا يجتمع مع رئيس اتحاد الكوره بحضور المهندس هاني ابو ريده، ولازم دلوقتي يديهم شكوى رسميه عاجله لدى الاتحاد الافريقي ولدى الفيفا ضد فوز الرجع، لان فوز الرجع اتهم الكوره المصريه بالفساد. يعني احنا بيتهم ان كل بطولات حاجه بالفساد، انا مش عارف بيتكلم على فساد ايه؟ الفساد ايه فساد؟ احنا اربع انديه ما طلعناش بره بطوله السنه دي، هو لولا النادي الاهلي منظومه لوحده كان الكره المصريه كانت بقى لها قد ايه ما خدناش بطوله؟ احنا ما خدناش كاس الامم من امتى يا استاذ فوزي الرجع؟ ما خدناش بطوله، احنا الكونفدراليه ما بناخدهاش من امتى؟ احنا الكونفدراليه واخدينها مرتين، طول تاريخ النادي كله دي اشترك 16 نادي مصري، 16 نادي مصري اشترك كل سنه تلاقي فريق مغربي في النهائي في بطوله الكونفدراليه. نهضة بركان، يعني هل احنا نتهم دلوقتي يعني الوداد هل نتهمهم بالفساد والرشوه؟ احنا عارفين الكواليس اللي بتحصل ايه، بس عمرنا ما نقدر نتهم بلد شقيق بكده. ازاي انا اتهم اتهم الكره المصريه كلها بالفساد؟ يعني ايه يعني احنا بنشتري بطولاتنا بعد كده إيه؟ على اي فساد بيتكلم الراجل ده؟ يعني الراجل ده خالد عبد المنعم دلوقتي بيتكلم على التنظيم داخل الملعب. انا اول مره في حياتي اشوف نهائي دوري ابطال مباراه اياب بدون ذهاب، يعني دي مباراه اياب بدون ذهاب يعني. لا والملعب المحايد اللي اتكلموا عنه، وامبارح بنشوف الملعب المحايد كل جماهير الوداد داخل الملعب، هو دي الحياديه ودي الشفافيه، وكمان اعلان ملعب المباراه قبل البطوله او بعد ضمان الوداد للوصول المباراه النهائي.
يا والله كل ده على عينه وراسه. بس انا امبارح والله العظيم، لو انا والله العظيم صديق ليا اتصل بيا من اليمن، اقسم بالله العظيم قبل المباراه بدقيقتين بيقول لي عليها هو الاهلي عمل ايه في ماتش الذهاب؟ قلت له ذهاب ايه؟ قال لي بتاع النهائي. فبقول له ليه يعني بتسال ليه؟ فبيقول لي مش في كذا النهارده واللي في فريق هيتوج. اه فبيقول لي يبقى دي ايه؟ قلت له لا دي مباراه محايده. قال لي محايده ازاي يعني؟ قلت له دي ارض محايده. قال لي ازاي؟ مش الوداد مغربي. قلت له ايوه ده مغربي. قال لي ودي ارض محايده والجمهور ده ارض محايده. قلت له اه. انا بس عايز اقول له يعني امتى كان الحياد، ثواني بقى، امتى الاتحاد الافريقي لما كان جمهور النادي الاهلي قد جمهور النهضه البركان 100 مره وهو بيلعب السوبر الافريقي وقاسه ملعب نصين؟ ليه كان فين بقى الحياد؟ ليه ما سمعش الناس؟ طالما هو بيتكلم على انه عايز حضور جماهيري، ممكن اعرف كان فين الحضور الجماهيري ده لما قسم الاستاد بين الاهلي وبين الاهلي ونادي البركان وجمهور الاهلي كان كاسح اكتساح غير عادي، ولو كانت وفرت 50,000 تذكره كان جاليه النادي الاهلي كان جاليه. وكان في اماكن فاضيه في مدرجات نهضه بركان وقتها، لكن هم خدوا نص الملعب واحتفظوا بتذاكرهم. دي كانت شوف الامارات لما كانت بتنظم كاس السوبر المصري حضرتك شفت تجاوز 50 الاهلي وجمهور الزمالك 50 الملعب كان مصوم بالظبط بغض النظر عن الحضور الجماهيري هنا يعني. وبرده لو كان الاتحاد الاماراتي فتحها باسبقيه الاحاد كان جمهور الاهلي النادي الاهلي ممكن يحتل المدرجات كلها في مباراه السوبر. لكن ده عشان ده اتحاد شفاف وعنده شفافيه، والاتحاد الاماراتي اتحاد محترم جدا جدا جدا، قسم الملعب بالنص بغض النظر عن اي حاجه وفتح التذاكر بالتساوي بين الناديين. لكن انا انت ليه بتحكر عليا ان تدي نص الملعب بتاعي؟ انت مش عارفك ان هيجي لي 2000 اصلا. طب شفت اللقطات امبارح ازاي؟ مجلس اداره النادي الاهلي وهو بيلاقي صعوبه شديده في الدخول ملعب المباراه، وقبلها المهندس خالد مرتجي وهو طالع المدرج علشان يعني البنرات ومكان جلوس جماهير النادي الاهلي. والله العظيم يا كابتن اسامه انا امبارح يعني بجد يعني مش انا لوحدي، الملايين جماهير النادي الاهلي امبارح تشأمت تشاؤم غير عادي. يا كابتن اسامه لو حضرتك كنت عملت استفتاء اول امبارح على مين يكسب المباراه دي كان 99.9% يقول لك الاهلي، النادي الاهلي يكسب. لكن امبارح كل الناس امبارح من بعد العصر يعني من الساعه 3 العصر لحد الساعه 9 بالليل جمهور النادي الاهلي كان قمه التشاؤم من اللي بيحصل ده بالمهزله دي. جمهور النادي الاهلي شعر فعلا ان في مؤامره اللي حملنا النادي الاهلي من البطوله. المهزله اللي حصلت في دخول جماهير النادي الاهلي، المهزله اللي حصلت لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كان بتاكد كده، والتنظيم تنظيم الاتحاد الافريقي. انا الاتحاد الافريقي عندي 10 بس من وفد النادي الاهلي، الاتحاد الافريقي مخصص 5000 تذكره يعني في 5000 من تذكره مخصصه للاتحاد الافريقي. هل ما فيهمش 10 تذاكر لاداره النادي الاهلي؟ 10 تذاكر من 5000. امبارح يا كابتن اسامه اعضاء مجلس اداره، انا احفظ جيدا اسماء واشكال اعضاء مجلس اداره الاتحاد المغربي والمسؤول بالكاف كلكم كانوا قاعدين صف اول وصف ثاني. ازاي 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 رئيس الاتحاد المغربي يكون قاعد صف اول ورئيس الاتحاد المصري قاعد صف ثاني؟ ازاي ازاي المهندس هاني بريده بقى قاعد صف ثاني؟ والمهندس هاني بريده ليه عتاب شديد جدا 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 يا باشمهندس وكمان جمال علام يا استاذ جمال والباشمهندس هاني بريده، انتوا من بدري جدا جدا عارفين ان في كره لهب، عارفين ان في ازمه، عارفين النادي الاهلي داخل معركه، لازم تكونوا معاه. يعني انا ايه اللي يفيدني انا المهندس جمال علام راح امتى؟ راح ليله المباراه، راح ضيف شرف. انا بريد امبارح شفناه بالصدفه البحته، والله العظيم لولا شفت صوره بالصدفه البحته كنت عارف ان انا بريد راح يحضر المباراه. انا كنت متوهم ان طياره النادي الاهلي هيكون عليها هاني بريد ويكون معاه رئيس اتحاد الكره المصري، مش هنسيبكم. وسياده الوزير اشرف صبحي ليه ما يحضرش المباراه؟ مش احنا شفناه في السنغال مع المنتخب المصري وشفناه في الاولمبياد وهو مع لاعبينا في الاولمبياد. هو النادي الاهلي يعني في ظل ازمته دي ابسط حاجه سياده الوزير يكون موجود مع بعثه النادي الاهلي وموجود هناك. يا كابتن اسامه 2001 الاهلي كان راح لعب الترجي وكان في ازمه، وانت عارف طبعا اكيد انت فاكر الواقعه كويس جدا. اتحاد الكوره وقتها سمير زاهر انا فاكر كويس جدا طلع عضوين مجلس اداره كان منهم الاستاذ سيد عريب رئيس نادي طنطا كان موجود وقام في البحث عن النادي الاهلي. فبقول له استاذ سيد حضرتك، قال لي انا هنا موجود عشان خاطر اي مشكله في النادي الاهلي. وكان وقتها الاستاذ الكابتن حسن عمدي كان رئيس بعثه النادي الاهلي وكان قاعد معانا ليل ونهار عشان خاطر كان عارف ان كانت ساعتها المباراه الاولى انتهت 0-0 هنا وانتهت 1-1 والاهلي كان مطالب انه يكسب هناك بجون سيد حفيظ. كان عارف ان في توتر والمباراه كانت في رمضان ثاني يوم رمضان وكان عارف ان في ازمه ممكن تحصل. اعضاء اتحاد الكوره وقتها كانوا موجودين مع النادي الاهلي. لكن انا كنت اتوقع ان المهندس جمال علام
ومهندس هاني ابو ريده يكونوا موجودين على طاقه النادي الاهلي، مش هتبقوا انتوا لوحدكم في المعركه، لكن للاسف شفنا النادي الاهلي بيخوض معركه لوحده ضد اطراف عديده جدا، النادي الاهلي انا باكد لحضرتك يعني يمكن عملت بص الناس زعلت منه شويه، قلت ان النادي الاهلي خسر المباراه قبل ان يلعبها. فعلا الاهلي خسر المباراه قبل ان يلعبها، لو المباراه دي كانت اقيمت في اجواء طبيعيه وفي ملعب محايد بجد ما الدائره ذاك ان قبل سنتين بنفس الفريق ده يا كابتن اسامه كسبنا الوداد على ارضهم 2-0 في مباراه الفريق النادي الاهلي، ولو في نفس الاجواء دي ومباراه ذهاب وعوده وانت خسرت هناك 2 قادر هنا تكسب زي ما كسبت الوداد قبل كده 5 قادر تكسبهم، لكن هي الظروف اللي كانت بنفس الفريق محيطه كانت ظروف صعبه جدا طبعا. والله العظيم بنفس الفريق باستثناء بس كان مروان محسن كان هو راس حربه بدا بيرسي بتاعه بنفس الفريق هم نفس التشكيل ده الاهلي كسب الوداد هناك 2-0 بارتياحيه. احنا كنا هناك حاسين ان الاهلي بيلعب مباراه وديه. وكتبوا 2-0 عشان خاطر ما كانش المره دي كانت غير مناسبه. لا الاجواء وبعد كده هو خلاص فوز الرجع النهارده قال يعني اعترف ضمنيا ان 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 ان, إن, 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 إن اللي حصل للنادي الاهلي ده ردا على حاجات كتيره قبل كده، يعني النادي الاهلي دفع فاتوره الترجي التونسي. النادي الاهلي دفع فاتوره الترجي التونسي. وواضح تماما ان الاتحاد المغربي من ساعه ازمه ترجي التونسي وهم بيحاولوا عايزين يعوضوا الوداد باي بطوله. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علاء على المداخله، مداخله مهمه جدا وقائمه وكان فيها توضيح لكل النقاط اللي حصلت امبارح وشفناها امبارح هنا على قناه الاهلي لاعضاء وبعثه النادي الاهلي. نروح لفاصل وبعد الفاصل كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي والمدير الفني السابق في الاتحاد الافريقي. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم نجم الاهلي السابق الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي ورئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد السابق في الاتحاد الافريقي. منورنا كابتن شطه. اهلا بيك اهلا اسامه. اخبار الاكاديميات ايه دلوقتي؟ اجازه ولا شغالين؟ احنا اجازه من 30/4 ان شاء الله، هنبدا في بعض الاكاديميات هتبدا بدري شويه، وبدايه مصر هتبدا 1/7 عشان في اختبارات في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. ده بتاعت قطاع الناشئين. قطاع الناشئين عندنا هيعمل اكاديميات حقيقه بالتنسيق مع الاكاديميه، يعني الاكاديميات كلها حلوه قوي هتبقى تحت رعايه القطاع الناشئين. بوجود مدربي الاكاديميات يساعدوا في اختيارات الناشئين من خلال مدربي القطاع. فدي حاجه حقيقه كويسه جدا، وانا بشكر على كابتن خالد بيبو انه استطاع انه يدمج الاكاديميات مع القطاع ويستغل الملاعب بتاعتنا اللي موجوده في 20 اكاديميه كويس. عشان نقدر نعمل اكبر قدر من الاختبارات السنه دي للاعبي الحقيقه ولجماهير النادي الاهلي في كل حته، وباذن الله كمان في مخطط انه تتحط بقى برضه بعض الاسماء ستاند باي بحيث انه دايما يكون في عندنا باك اب مستمر للعيبه، يكون في مجال واسع لكل اللاعبين يكون عندهم فرص انهم يشاركوا في القطاع. هنتكلم دلوقتي باستفاضه طبعا عن الاكاديميات والاختبارات، ودي خطوه مهمه جدا ان اختبارات النادي الاهلي تكون السنه دي في كل الاكاديميات وفي المحافظات، لكن عايز ابتدي كلامي معاك يا كابتن شطه عن الحدث الاهم. شفنا الاتحاد الافريقي او المغرب خاصه اخر 3 نهائيات، يعني بطوله الاهلي والزمالك النهائي الافريقي اللي جمع الاهلي والزمالك لعب في مصر بحكم ان الاثنين من مصر، لكن لو كان في نادي مغربي كنا شفنا النهائي في المغرب. السنه اللي فاتت الاهلي وكايزر تشيفز برضه في المغرب. السنه الثالثه الاهلي والوداد في ظروف غير طبيعيه في المغرب. هل الامور اللي بتحصل دي يعني او شايفها ازاي حضرتك؟ والله بص يا كابتن اسامه، انا بقول لك على حاجه حصلت في فتره 4 سنوات من احمد جه اللي هو الرئيس السابق اللي اتهم بالفساد طبعا. كانت كل الفانكشنز وكل الدورات التدريبيه وكل المؤتمرات وكل السيمبوزيومز وكل الحاجات دي بتتعمل في المغرب. كلها بتتعمل في المغرب، لان الحقيقه يعني نجاح احمد في 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 الاتحاد الافريقي كان يعني الاستاذ فوزي رجع من اكبر مؤيدين انه يغير عيسى حياته، عشان رئيس عيسى حياته كان راجل قوي وراجل صارم وراجل كان محايد وراجل كان برغم اتهامه ببعض الحياة في بعض الامور وانه بيحابي بعض لكن عمره ما حاب الحد وعمره ما قال الكاميرون دي تكسب ولا تلعب ولا احنا لعبنا النهائي دوري الابطال 2008 والقطن الكاميروني في الكاميرون وهو كان موجود وكسبنا القطن الكاميروني وخدنا البطوله. طب بقول لك على حاجه، هو الحكم حسب ضربه جزاء للنادي الاهلي ضربه جزاء مظبوط وما حسبش للقطن الكاميروني ضربه جزاء جابوا الحقيقه جابوا قال له انا سالتك يا كان الحكم وقتها انا ناسي اسمه قال له انا قلت لك جيت قلت لك والله يا دير كان القطن الكاميروني ده يعني تراعينا مثلا ولا حاجه
ما حسبتش ضربة جزاء، كانش بتدخل خالص ولا تدخل. وقال لي لجنة الحكام انا كان ممكن، انا قال لهم كده، انا كان ممكن ان انا اطلب من الحكم يديني تفسير ليه حسب ضربة جزاء غير صحيحة للنادي الاهلي وحرمني من ضربة جزاء صحيحة. لكن دي عشان كرة قدم وقرر الحكم، انا لن اتدخل في التحكيم. لكن دلوقتي شوف التدخل في التحكيم ده، حتى جوميز نفسه انا بعت له تويته صغيره كده، انا عارفه شخصيا، قلت له عايز اعرف 3 دقايق قضيتها بيصلح الوايرلس سيستم بتاعه، 3 دقايق 3 دقايق حارس المرمى وقع، 10 تغييرات 10 10 5 و5 ومدي 4 دقايق، احسبها لي كده انت كده، دي مش اقل من 12 دقيقه. ما شاء الله بعت له التويته دي، ما اعرفش وصلته ولا تفائلنا قبل المباراه بعد تعيين فيكتور جوميز وقلنا الحكم الانزه في قاره افريقيا. لكن اللي شفنا امبارح في بعض اللعبات كده، في كره اللي عدت ما كانش فيها حاجه، وكان 2 من لعيبه النادي الاهلي رايحين على واحد من الوداد، كان ممكن يسمح باستمرار اللعب، ولو فيها حاجه كان رجع للفار. ما انت عندك فار. والله انا بص، انا مش عايز اقول التحكيم هو السبب، التحكيم ما كانش السبب، هناك اسباب فنيه واسباب اداريه واسباب برضه كمان في وجود الظلم اللي واقع على الاتحاد الافريقي، هناك كانت اكثر من 10 أو 15 عامل تسبب في هذه المباراة إنها تكون بهذا السوء. أولها الظلم اللي وقع على النادي الأهلي، وإزاي يلعب مباراة نهائية المفروض تبقى نيوترال محايدة تلعبها في بلد، وارجع لك تاني السبب، إحنا الاتحاد المصري لكرة القدم هو اللي تسبب في هذه الأزمة. كان يجب يطلع حد من الاتحاد المصري لكرة القدم يقول لنا ليه لم يذكر لحتى هذه اللحظة. اللي أنا سمعته إنه الجواب اللي جه بتحديد بعض البطولات، 5 بطولات الاتحاد الافريقي طلبها من الاتحادات الافريقيه كلها 54 دوله، يا جماعه اللي عايز ينظم بطوله افريقيا كاس الامم الكره النسائيه تحت 17 سنه تحت 19 الخماسيات الكره الشاطئيه كل حاجه ذكرها. الجواب ده ليه ما ظهرش للنادي الاهلي عشان يقول لهم انا يعني هنظم بطوله افريقيا لدوري الابطال؟ ما قالناش. المسؤول او المدير التنفيذي عارف كان رده يا كابتن شطه؟ قال ايه؟ قال لك الجواب بعد ما جالي، اصل انا حطيته في الدرج وقلت النادي الاهلي اكيد عارف. لا يمكن. لا ده كان الرد. لا 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 ده رد، انا اعتبر انه انا طبعا انا استاذ وليد عطار صديقي، لكن ما اظنوش قال كده يعني، او اذا كان ده قال اكيد وقال كده واحنا سمعناه كلنا يعني انا حطيت بس ده قال احنا قلنا النادي الاهلي اكيد عارف وحطينا الدرج. طب يعرف ازاي النادي الاهلي؟ يعني يعرف ازاي؟ انا لو كنت موجود في الاتحاد الافريقي كنت قلت للنادي الاهلي في جواب راح للاتحاد المصري لكره القدم. بس مين يعني المفروض؟ طيب خلاص الاستاذ هاني ابو ريده كان برضه يبلغ يعني، طبعا وهو عارف كويس ان الاتحاد المصري هيبلغ. وهل النهارده الوداد طلب قال لي يا جماعه انا عايز اتقدم، ولا فوزي نجح هو اللي تقدم لنفسه؟ قال لهم يا جماعه الجواب ده انا بعته عشان انتوا تتقدموا. المشكله الاكبر يا كابتن اسامه انا بقولها لك اهو، انه ليه حدد الفريق اللي لما كسب الوداد وعرف انه هيوصل نهائي، كان يجب عليه في الحاله دي انه ما يعلنهاش في ذلك الوقت، كان يعلنها من بدري شويه. أيوة. من قبل ما الوداد والاهلي يوصلوا زي اوروبا، ما احنا بنشوف من قبل البطوله ما تنطلق بسنتين. الناس بتعلن بسنتين بتعلن مين الملعب ايه والملعب البديل كمان ايه، يعني مش ملعب واحد كمان، لا ده انا عاد ملعب بديل. بس انا بعتقد انه الحقيقه الاتحاد الافريقي في ازمه كبيره جدا، وامبارح يا كابتن محمود الخطيب وجوده في المنصه يا ريت تجيبوا لنا صوره منها. طب شفت امبارح اللقطه بقى كابتن محمود الخطيب واقف مع متسبي وانفنتينو وبيقول لهم اتس نوت فير، وهنعرض لحضرتك دلوقتي اللقطه دي والمنصه والناس اللي كانت واقفه على المنصه. ما دي الحقيقه يعني انا توقعت انه كابتن محمود الخطيب ما يطلعش، لكن طبعا كابتن محمود الخطيب عنده برضه دي اللقطه معانا يا كابتن. الحقيقه كابتن محمود الخطيب طبعا دي بتاعت انفنتينو، بص اللي جنبي ده اسمه ده من الكاميرون، نائب رئيس الاتحاد الافريقي كاميروني. يعني اول واحد على الشمال ده نائب رئيس الاتحاد من الكاميرون، كان رئيس الاتحاد الكاميروني قبل صامويل ايتو. وده انفنتينو طبعا الخطيب، الحقيقه كابتن محمود الخطيب انا سعيد جدا انه قال له اتس نوت فير، ودي حته مهمه جدا عشان هو يحس الفساد الموجود في ويقول كمان لمتسبي، هو طبعا اكيد برضه ما اعرفش متسبي قبله متسبي هنا وده رئيس نادي الوداد. فانا بعتقد انه الحقيقه كابتن محمود الخطيب طلع وقال الكلمتين دي توري قد ايه احنا كنادي اهلي عندنا كبريائنا وعندنا شموخنا، مش عشان خسرنا مباراه نفقد كل الامور الخاصه بالفير بلاي، ودي حاجه الحقيقه بنحيي عليها كابتن محمود الخطيب. بس انا الحقيقه بحيي اكثر انه ما قعدش معاهم في نفس المنصه، بحيي اكثر انه المنصه دي بيقعد فيها رئيس الاتحاد. ايوه رئيسي قصدي الناديين اللي واصلين النهائي مع رئيس الاتحاد الافريقي مع رئيس الاتحاد الدولي مع فحقيقه وجوده في عدم وجوده في هذا المكان كان رساله واضحه على عدم الحياديه وعدم والظلم اللي واقع على النادي الاهلي. وبرغم ذلك احنا
ما انسحبناش، ما توترناش، ما قلناش ان النادي الاهلي كذا كذا، كل الامور احنا وصلنا رساله عن طريق كابتن محمود الخطيب ان احنا زعلانين من اللي حصل وده مش فير، لكن هيحصل ايه بعد كده؟ هيعملوا ايه بعد كده؟ ده سؤال يعني انا بساله. وده كان كلام مهم يا كابتن شطه اللي حضرتك بتقول، وهم قاعدين في المنصه او في المقصوره الرئيسيه، المفروض رئيس الاتحاد الدولي مع رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس النادي الاهلي، رئيس نادي الوداد، الكابتن امتنع عن جلوس معاهم وفضل يقعد مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. ودي انا بحييه عليها، بقول لك رساله واضحه، رساله صامته، بحيث انها استطاعت هذه الرساله ان توصل لكل العالم. انه الحقيقه رئيس النادي الاهلي غير راضي عن ما حدث، ومع ذلك حضر واستكمل هذه البطوله ونجحها، يعني خلاها بطوله ناجحه بكل المقاييس. لان النادي الاهلي وجوده في هذا المكان بهذا الشكل وفي نهائي كبير بالشكل ده بيحضره يعني رفيفه برئيسها، ده بوري النادي الاهلي بيحافظ برضه على شكل الاتحاد الافريقي وعلى هيئته وعلى كيانه. كان ممكن يحصل حاجات كثيره جدا، لو حصل اي حاجه ثانيه كان ممكن تخلي الحقيقه الاتحاد الافريقي في 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 موقف صعب جدا، لو النادي الاهلي كان رفض انه يلعب المباراه دي الا في ارض محايده، وده كان من حقه. بس الحقيقه الكاس او المحكمه الدوليه ما انصفتناش وقعدتنا مره اخرى وقالت انه المعايير اللي تمت عليها والبروسيجر اللي اتعملت عليها الحقيقه تحديد الملعب كانت ماشيه طبقا لخطابات مرسله للاتحادات. وطبعا اتحادنا الحقيقه ما كانش الحقيقه على قدر كبير جدا من المسؤوليه، واتمنى ان الموضوع ده يعني ما يتكررش مره ثانيه ان شاء الله. عايز اروح لفاصل، بس قبل الفاصل هسال حضرتك سؤال واخد الاجابه بعد الفاصل. دورنا احنا في الاتحاد الافريقي بقى كمصريين، حضرتك يعني اشتغلت في الاتحاد الافريقي سنوات طويله، كنت مسؤول على اللجنه الفنيه، ليه النهارده وبعد السنين الطويله دي ضعف التمثيل المصري في الاتحاد الافريقي؟ وليه ما بقاش عندنا يعني كمصريين عناصر كتير قبل كده كانت موجوده في الاتحاد الافريقي؟ اعرف رد حضرتك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شطه كنت بسال حضرتك قبل الفاصل، ليه ما بقاش عندنا مصريين داخل الاتحاد الافريقي؟ او لينا صوت مسموع قوي زي زمان في الاتحاد الافريقي؟ انا الحقيقه ارجع لك بالتاريخ عشان انا برضو يعني حافظ. انت عارف اول رئيس للاتحاد الافريقي كان مين؟ عبد العزيز سالم، كان وزير الزراعه سنه 1957. خلي بالك بالرغم ان الحقيقه الاتحاد الافريقي اتعمل في السودان، وكان وقتها الدكتور عبد الحليم محمد ومعه عبد العزيز سالم ومعه عبد العزيز مصطفى الفريق اول، ودول كانوا موجودين وهم معهم كمان كان معهم كابتن محمد لطيف ومراد فهمي والد مصطفى بيه فهمي. دي الحقيقه وقتها. بعد كده الفريق اول عبد العزيز مصطفى قعد 12 سنه. بعد كده جه تسمى، لو تفتكر تسمى اللي هو الاثيوبي. بعد كده دكتور حليم. من وقتها تاني طبعا الوحيد اللي كان موجود نائب رئيس الحقيقه الاستاذ محمد احمد، لو تفتكر كان موجود هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي. منذ ذلك الحين الاتحاد الافريقي ده كان كله اساسا موجود في مصر، مصر اللي رعيته. يعني انا الحقيقه كلام الاستاذ فوزي لجزع ويتكلم عن هاجر التصريح بتاعه، خلي بالك لو يعلم انه الاتحاد المصري لكره القدم كان الاتحاد الافريقي عباره عن مكتبه داخل الاتحاد المصري نفسه، ومراد بيه فهمي لما كان سكرتير الاتحاد الافريقي مكتبه داخل الاتحاد المصري لكره القدم. يعني كان الاتحاد الافريقي جوه الاتحاد المصري جوه قبل ما يبقى ليه مبنى مستقل وخاص، وبعدين بعد ما بقى له مبنى كمان كان بيدار برضه وبيصرف عليه وعلى مرتبات السكرتير العام وعلى مرتبات الموظفين الاتحاد المصري لكره القدم. تيجي في لحظه من اللحظات تنسى هذا التاريخ، بعد ما الدنيا بقت حلوه معاك انك تنسى ان الاتحاد المصري لكرة القدم هو الأب الشرعي للاتحاد الأفريقي. وبعد كده عبد العزيز مصطفى سالم، فريق عبد العزيز مصطفى، وبعد كده الأستاذ محمد أحمد، وبعد كده عندنا طبعا في اللجان كانت كل اللجان كان عندنا لجان الحكام فيها، ولجان التكنيكال الكابتن عبد الصالح الوحش تفتكر الله يرحمه كان موجود سنوات طويلة جدا. وبعد كده فأنا بقول إنه الحقيقة الاتحاد الأفريقي التراجع ده جه يعني حصل إزاي التراجع؟ ان احنا دلوقتي ما بقاش صوتنا مسموع داخل الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي داخل مصر وانا ما عنديش حد فيه، دي حاجه غريبه دي شكل. الاتحاد الافريقي الان محتاج مننا من المجلس الاعلى للشباب والرياضه ممثلا في وزير الشباب والرياضه في المؤسسات الحقيقه مؤسسات الدوله نفسها انها تعمل يعني مخطط لانك انت ايه العناصر اللي تقدر دلوقتي تدفع بيها تخليها تخش في هذا المجال، عناصر تكون مؤثره، عناصر قويه، عناصر لها ثقل
في المجال الدولي. اتمنى انه يكون بعد كده في زي ما يعني اتمنى انه زي ما المغرب لها ثقل دلوقتي وتونس لها ثقل والسنغال لها ثقل. خلي بالك احنا دلوقتي بقى نعرف الاخبار من اللي داخل حد افريقيا من الصحف في المواقع المغربيه كلها كلها بتكون دايما فيها من اللجان الموجوده لعلمك الخاص حتى الميديا اللجان الاعلاميه اللي موجوده كلها في المغرب. انا مش عايز اقول انه المغرب شطار عرفوا ازاي يوصلوا عرفوا ازاي يخططوا وعرفوا ازاي انه يحطوا يعني كوادر داخل الاتحاد الافريقي يحطوا كوادر. وبعدين لما يكون في ترشيحات ولا يكون في رئيس اتحاد بتلاقيهم نازلين بثقلهم عشان يعني يساندوا هذا الرئيس ساندوا موتسيبي وساندوا قبل كده احمد احمد وعندهم يعني حقيقه ودي شطاره انا بعتبر انها شطاره. اتمنى ان يكون عندنا حقيقه برضه نوع من التخطيط لانه دلوقتي كمان بجانب اللجان اللي موجوده انا طبعا انا كنت في اللجنه الفنيه من سنه انا وكابتن حازم امام. انا دلوقتي على حسب علمي ان احنا مش ما عدناش موجودين في اللجان دي شكلت اللجان الثانيه احنا مش موجودين فيها. لو الاتحاد المصري لكره القدم رشح ناس معينه لهذه اللجان يقدر يرشح ويفرض على الاتحاد الافريقي بعض العناصر القويه اذا كان لجنه التحكيم اذا كان لجنه فنيه اذا كان لجنه مسابقات كل دي لجان بتدير. فلازم الاتحاد المصري لكره القدم يحاول يعني يتبنى هذه القضيه. بعد الفاصل عايز اعرف ردك بقى على تصريحات فوزي لكجع بعد حصول الوداد على البطوله الافريقيه في ظروف غير طبيعيه طلع بتصريحات وقال انتهى عصر الفساد بعد حصول وداد على بطوله. وشفنا النادي الاهلي ما شاء الله ست سنوات سابقه او يعني بيوصل لخمس نهايات وده كان تصريح ليه. اعرف رد حضرتك بشطه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شطه كنت بتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن تصريحات فوزي لكجه تصريحات غريبه بعد حصول وداد على بطوله دوري ابطال افريقيا تصريحات نقلا عن الصباح المغربيه وقال انتهى عصر الفساد. يعني دي اهانه كمان يعني ما اعرفش يقصد ايه يعني بيقصد ايه ان الكره المغربيه والانديه المغربيه رجعت تاني بعد ما كانت الانديه المصريه والتونسيه محتكره بسبب الفساد اللي موجود في الكاف احنا نرجع نحتكر البطولات مره ثانيه ان الفساد انتهى خلاص يعني. طب انا يعني هو شايفها من وجهه نظره لكن لما يشوف ملعب الوداد او ملعب مراكب محمد خامس كله جماهير الوداد ده شايفه عدل. لما يشوف نهائي البطوله الافريقيه ثلاث مرات في المغرب شايفه ده عدل من وجهه نظره هو ده يبقى ده كده مش فساد. هو يعني الفساد ده راجع مثلا لسنين سابقه طبعا. طب انا اذكر لك بقى ماتش الاهلي والقطن الكاميروني لما كان عيسى حياته حاضر هذه المباراه وكان رئيس البعثه حسن حمدي افتكر كابتن حسن والمباراه دي كانت في عقر دار عيسى حياته. انا اذكر كويس قوي كابتن عيسى حياته قعد قال لي يا جماعه انا موقفي حساس انا مش عايز اي حاجه تحصل في هذه المباراه يقولوا عليها في يوم من الايام انه عشان الحقيقه رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياته موجود يبقى القطن الكاميروني كسب. وفضلت المباراه ماشيه والحكم حسب ضربه جزاء مشكوك فيها يعني ضربه جزاء ممكن ما تتحسبش حسبها للنادي الاهلي وضربه جزاء صحيحه الحقيقه القطن الكاميروني المباراه دي كسبناها 3-1 فانا فاكر كويس قوي يعني لو كان هناك فساد كان كسب القطن الكاميروني. دي نقطه مهمه جدا. لا وانا فاكر وقتها المباراه ما شفناش الملعب كان مقفول بجماهير القطن الكاميروني وشفنا الاعداد والكلام والحاجات اللي حصلت قبل المباراه كمان بالعكس كانت الامور ماشيه هناك طبيعيه جدا مفيش اي مضايقات مفيش اي حاجه ولو كان هناك فساد يا كابتن اسامه كانت الكاميرون خدت بطولات افريقيه اكتر من مصر لو كان هناك فساد حقيقة. فانا بتكلم يعني حقيقه هذا الكلام يجب ان لا يصدر من رئيس الاتحاد او نائب رئيس الاتحاد الافريقي. دي حته مهمه جدا اتمنى انه يعني الكلام ده يكون مش مقصود بحاجة غير ان هم عوده الانديه المغربيه اهلا بها لكن ان يكون هناك تشكيك في بطولات افريقيه او 10 بطولات خدها النادي الاهلي او الزمالك خد بطولات او اي انديه اخرى خدت بطولات لا يوجد فساد في كره القدم غير ان هو التحكيم هو الذي يقود المباريات. وشفنا تجاوز التحكيم في بعض المباريات خدم الانديه المغربيه قد ايه. الكلام ده حقيقه انا مش عايز اقوله لانه التراشق بالكلام ده مش هيفيدنا. كل اللي نطلبه انه الحقيقه من الاتحاد الافريقي في نوابه الموجودين اللي شفتهم في المنصه والاستاذ فوزي لكجع نفسه نائب رئيس الاتحاد الافريقي ان يكون هناك عدل في كل حاجه خصوصا في المباريات النهائيه التي تتمثل في ارض محايده. ولو النادي الاهلي خد حقه على مدار السنين اللي فاتت
والزوم اتعرض ليه ما كناش دلوقتي 10 بطولات بس، ده كنا 15 و20 بطولة أفريقية بالتأكيد. عايز أرجع بقى للأكاديميات، السنة دي خطوة مهمة جدا، قطاع الناشئين هيعمل الاختبارات على ملاعب الأكاديميات مش في مدينة نصر بس، ده في كل المحافظات. فرصة النهاردة لأبناء الأكاديمية المواهب اللي موجودة، يعني فرصة اللي عايز ينضم للقطاع. أنا بعتقد إنه دي هي خطوة من لجنة التخطيط مع كابتن خالد ديبو إنهم استطاعوا إنه يخلوا الأكاديميات تبقى جزء من القطاع الناشئين في هذه الأمور الخاصة بالاختبارات، ومدربي الأكاديميات كلهم هيكونوا متواجدين بالاشتراك مع خطوة مهمة. وكل ما نروح أي محافظات هيكون موجود هي قطاع الناشئين مع مدربي الأفرع الموجودة، ودي حاجة هتساعد كثيرا جدا في أنك تجد لاعبين على قدر كبير جدا من المستوى، خصوصا أنه حي السنة دي القطاع الناشئين بيبحث عن بعض اللاعبين للمراحل السنية الصغيرة اللي لسه هيكون لها دور، لأن تعرف كل سنة بتدخل فريق جديد فأنت بتبني فريق جديد، واضح أنه هيحتاج لهذه الاختبارات في قطاع الناشئين، ودي طبعا أنا حابب أشكر عليها اللفت البارعه اللي عملها حقيقه كابتن خالد بيبو، وبشكر لجنه التخطيط انها وافقت على ان تقيم هذه الاختبارات في جميع الافرع. وده تعاون رائع ما بين القطاع الناشئين وما بين الاكاديميات، والكابتن خالد بيبو دلوقتي سامعك على الهواء، تحياتي ليك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا كابتن اسامه، وتحياتي للكابتن شطه. كابتن شطه بيسلم عليك كتير هنا خالد ازيك؟ وبيشكر في التعاون اللي ما بينكم يعني. رحت لك المكتب اديتك انت عارف كده. لا الصوت علي الصوت شويه عشان نسمع. تحياتي ليك كابتن اسامه، تحياتي ليك كابتن سطه، وحشني. لا لا كده مظبوط تمام يا كابتن خالد. تمام. كل المواهب الموجوده في مصر وكل الناشئين منتظرين اختبارات النادي الاهلي بفارغ الصبر، قول لي بقى يعني امتى النادي الاهلي هيعمل اختبارات، وحددته الميعاد، الخطة الموجودة ايه اللي حاططها لجنة التخطيط وكابتن خالد بيبو بالاشتراك طبعا مع أكاديمية النادي الأهلي وكابتن شط؟ بص في البداية حابب أشكر الكابتن شط طبعا على التعاون اللي حصل بين السنة اللي فاتت أو السنتين اللي فاتوا. منتهى الأمانة كابتن شط كان بيساعدنا في شغل كتير جدا، وكنا بنعتمد عليه في حاجات تفاصيل كتيرة جدا، سواء لعيبة سواء مدربين سواء اداريين. احتاجنا اول ما بنحتاج لاي حد كابتن شطه طبعا بيكون موجود، وهو اللي بيمدنا بالعناصر المميزه، وفي تعاون ما بيننا بشكل كبير جدا. طبعا انت عارف الاكاديميه هي الاختيار رقم واحد بالنسبه لنا عشان نشوف مجموعه من اللعيبه المميزين. وانا عارف ان عند كابتن شطه لعيبه مميزين جدا، واخترنا الاماكن بتاعتنا. انت عارف انت موضوع الاختبارات موضوع مش سهل، موضوع ان انت ازاي ان الاولاد ياخدوا حقهم، ازاي تشوفهم بشكل كويس، لازم تبقى مرتاح. فاحنا عملنا استراتيجيه كده طويله عشان خاطر الاختبارات السنه دي هنشتغل براحتنا. احنا اختبارات السنه دي مش هتبقى اختبارات لفتره وخلاص، لا ده اختبارات تبقى اختبارات لطول السنه. ملاعب الاكاديميه موجوده بالتعاون مع قطاع الاكاديميه وكابتن شطه، هيبقى شغالين. هنبدا في مدينه نصر في البدايه، وبعدين هنتحرك على بقيه الفروع بتعاون كامل مع القطاع الاكاديميه وكابتن. التاريخ امتى يا كابتن خالد هتبتدوا؟ انت قلت لي يعني البدايه اليوم بالظبط، عشان من خلال قناه الاهلي هنا هنعلن، وهيكون في الشريط دايما موجود بالمواعيد بكل حاجه. انت عارف احنا بس عشان خاطر الورقيات ولازم الموافقات كلها تخلص، احنا خدنا طبعا موافقة لجنة التخطيط بالخطة كلها بتاعت الاختبارات. كويس. لسه طبعا الجهة الإدارية والورق بيطبع، وأول ما يجهز يعني تقريبا ممكن 16 يوم 16 لو الاختبارات لو الإجراءات 16/6 16/6 تمام. هنبدأ بالأعمار السنية، وهيبقى في ترتيب كامل للأعمار السنية اللي موجودة بعدد معين، يعني مش هيبقى كل اللي يجي عايز يختبر يختبر في نفس اليوم، لا احنا محددين عدد معين عشان الملاعب. الاعمار السنيه يا كابتن خالد ايه هتفتحوا كل الاعمار حتى اعمار سنيه كبيره، يعني ولا هتبقى مقتصر على مجموعه معينه في الاعمار السنيه؟ في المرحله الاولى احنا هنبدا من 2007 لغايه 2013. وان شاء الله كاميرا الاشبال هتكون موجوده معاكم، بتغطي الحدث اول باول، وكل التغطيه ان شاء الله هتكون موجوده معاكم. حاجة تانية إن شاء الله كل المواعيد وكل حاجة هنعلنها هنا عن طريق قناة الأهلي عشان كل الناس المتابعين، وأي موهبة تحب تنضم للنادي الأهلي تكون إن شاء الله يعني موجودة في اختبارات النادي الأهلي بإذن الله.
بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن خالد، وبالتوفيق ان شاء الله في الموسم الجديد ان شاء الله. شكرا. اكيد هيبقى في مواهب كبيره ان شاء الله يا كابتن شطه في يعني من ابناء الاكاديميه. خلي بالك عشان بس الناس تكون عارفه، ودي رساله لكل اولياء الامور في كل الاكاديميات، عشان الحقيقه بيشتكوا ليه النادي الاهلي ما طلعش المواهب اللي كانت موجوده في السنين السنه اللي فاتت دي. كل الاسماء قطاع الناشئين شاف كل دوري ثابت البطل والدوري اللي كان مؤمن زكريا، مؤمن زكريا، كل الاسماء دي موجوده عندنا. وان شاء الله هذه هؤلاء اللاعبين كلهم هيتجمعوا ان شاء الله مع بعض في الاختبارات. يعني انتوا عاملين حصر بيهم؟ حصر بيهم موجودين. والاختبارات الاخيره دي اللي هتكون موجوده دي هيخشوا في النهائيات بتاعتها كويس، بحيث انه يكون موجودين مع المجموعه اللي هنختارها. وبوعدهم كلهم انه كل لاعب شفناه وكتبنا اسمه ان شاء الله هيكون موجود معانا في الاختبارات دي، سواء كان في مدينه نصر او اذا كنا رايحين الشرقيه او اذا كنا رايحين برضو اسيوط، ورايحين اسوان، ورايحين الصعيد كمان في سوهاج. والان فتحنا اكاديميه في بني سويف، هنعمل اختبارات في بني سويف. فتحنا اختبارات في الغردقه، عندنا بقى كويس. اكاديميه يعني تغطوا مصر كلها. عندنا اكاديميه في الغردقه، اول ما فتحنا الاشتراك بعد اسبوع جم 500 واحد ما شاء الله. فدي حاجه انا بقول ان الحقيقه البحر الاحمر، النادي الاهلي اسمه كبير، المحافظه عطشانه ما عندهاش مش لاقيه. لو اسم النادي الاهلي كمان، ما بقول اسم النادي الاهلي يروح الغردقه، خلى الحقيقه الاكاديميه بتاعت الغردقه دي هتكون ناجحه جدا. بعد كده ان شاء الله هناخد برضو نستمر في هذا الموضوع، واحنا ان شاء الله هنغطي ده كله اول باول معاك كابتن شطه. شرفتنا ونورتنا يا كابتن شطه. شكرا جدا يا اسامه، وانا بعتقد انه هذه البرنامج بتاعك ده برنامج مهم جدا بالنسبه لقطاع الناشئين وبالنسبه للاكاديميه، بجد بيغطي كثيرا من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله هنعتمد عليك في كل الامور الخاصه بالاكاديميات الجديده اللي هتتفتح عشان تغطيها باذن الله ان شاء الله. واحنا دايما معاكم اول باول. بشكر ضيفي الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق خلال الفتره اللي جايه. وزي ما اعلن الكابتن خالد بيبو، ان شاء الله اختبارات النادي الاهلي على يوم 16/6. كل التفاصيل هتكون هنا على قناه الاهلي ان شاء الله. تابعونا دايما وتعرفوا المواليد كل يوم مين اللي هيختبر، والاختبارات هتكون في مدينه نصر، وكمان النادي الاهلي هينزل في كل المحافظات. رسالتي اخيرا للاعبي النادي الاهلي، البطل بيقوم وبيقوم بسرعه وبيرجع بقوه. انتوا اللي عودتونا دايما على كده. قبل كده لما خسرنا بطوله افريقيا قدرنا نرجع وقدرنا نحط كلمتنا في قاره افريقيا كلها ونكسب البطوله مره والتانيه ونروح كاس العالم. ان شاء الله عندنا تحديات مهمه جدا الموسم ده، عندنا دوري وعندنا 2 كاس. الاخلاص، لعيبه تلم بعضها، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع اقوى من الاول زي ما انتم عودتونا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. شكرا والى اللقاء.